انطلقت بمجرى النيل بالقاهرة بطولة كأس مصر للتجديف والتي تستمر على مدار يومين. يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 11 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية. وسط منافسة قوية انطلقت بطولة كأس مصر للتجديف في مجرى النيل بالقاهرة والتي تستمر على مدار يومين، وذلك بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 11 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية. أهمية البطولة بالنسبة لكأس مصر للاعبين هي فرصة للاعبين يعني تعرف المنافسين ليها قبل الجمهورية، وفي نفس الوقت هم كل بيجي ملاعبين من كل المحافظات، يعني مثلا فور اكزامبل النهاردة عندنا 11 نادي من كل المحافظات محافظات مصر بيشارك تقريبا 600 لاعب، وده عدد يعني مش قليل بالنسبه يعني للتأديف. مشارك في البطوله 600 لاعب ولاعبه بيمثلوا حوالي 11 نادي من مختلف انحاء الجمهوريه. بطوله كاس مصر طبعا بتعتبر من اقوى البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري للتجديف، لان بيشارك فيها انديه من مختلف انحاء الجمهوريه والمنافسه فيها بتكون قويه جدا. البطوله تشمل الفئات العمريه تحت 23 عاما وناشئين تحت 19 عاما، الى جانب البراعم وفئات خفيف الوزن سيدات ورجال وسباقات الاساتذه، وذلك المشاركة في سباقات مراكب الثماني والرباعي بالاضافه الى الزوجي مزدوج المجداف والقارب الفردي. بقالي سنه يعني كان حلمي ان يعني اجيب مركز، فالحمد لله السنه دي يعني كانت سهله بالنسبه لي، جبت اول في التصفيه وفي الفاينل يعني جبت تاني. بقى اشتركت في سباق الزوجي مزدوج المقداف متقدم، فئة متقدم مفتوح الوزن، ورباعي بدون دفة فئة متقدم برضو، جبت مركز اول الحمد لله في السباقين. كاس مصر يعني هي بقى بطولة مهمة جدا، بتكون بقى ايه حصيلة اللي هي السنة كلها وبعدها الجمهورية، فدي احنا بقى متجوزين لها من شهر مثلا 8 او 7 اللي فات. بطولة كاس مصر اللي هي بعدها ان شاء الله بطولة الجمهورية، فمن خلال البطوله دي بنبدا نستكشف المراكز المنافسه بتبقى عامله ازاي، يعني دي بتاهل لبطوله الجمهوريه. منافسه قويه بين اللاعبين من مختلف الفئات في سباقات البطوله من اجل الفوز بمراكز متقدمه في كاس مصر للتجديف، والذي ياتي على راس البطولات المحليه لهذه اللعبه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.